محافظة الإسماعيلية لمتابعة أيضا الاستعدادات. معنا من هناك أسماء خليل، أهلا بك أسماء. كيف استعدت المحافظة لبدء العملية الانتخابية، وما هي الخدمات التي ستقدمها المحافظة للناخبين من خلال غرف العمليات؟ أهلا بك. نعم، نتواجد داخل محافظة الإسماعيلية، ولكن الإسماعيلية تستعد بشكل مختلف. في البداية لو تحدثنا عن الجانب الذي يخص المواطن، فالمواطنين الآن متواجدون داخل الميادين العامة بالمحافظة، وبالتحديد داخل في 6 ميادين، يحتفلون قبل ساعات من بدء عرس الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس الجمهورية. ويتواجد في الميادين اللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية لمشاركة المواطنين على وحثهم على المشاركة غدا في انتخابات الرئاسة. وأيضا يتواجد اللواء محمد علي مدير الأمن الآن في منطقة نمرة 6 ليلتقي بعدد من المواطنين وخاصة الشباب لحثهم على المشاركة غدا في عملية الانتخابات. أما عن الاستعدادات التنفيذية داخل المحافظة، فأعلن اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية أن المحافظة استعدت بالكامل لاستقبال هذه العملية الانتخابية. ولكن يعني دعني أحدثك عن الصورة التي تشاهدونها الآن. اللواء محمد علي مدير الأمن يتحدث مع بعض المواطنين والشباب كما أشرت إليك، وأيضا برفقته عدد من القيادات الأمنية داخل المحافظة للإطمئنان على الحالة الأمنية داخل الشارع. ويؤكد مدير الأمن أن التأمين ليس فقط على المقرات الانتخابية والمنشآت الهامة والعامة والحيوية، ولكن أيضا التأمين يخص المواطن الإسماعيلاوي داخل جميع الشوارع الميادين. ونعود إلى الجانب التنفيذي الخاص بالمحافظة، فأعلن اللواء ياسين طاهر أن المحافظة استعدت بالكامل لاستقبال العملية الانتخابية غدا لاختيار رئيس الجمهورية، وأن هناك غرفة عمليات رئيسية برئاسة اللواء ياسين طاهر لمتابعة العملية غدا، وهذه الغرفة متصلة بغرفة عمليات رئاسة الوزراء من خلال شبكة فيديو كونفرنس.